مرحبا، شلون كان اليوم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد، والفيديو هو انا نلعب فوتبول 2023 مع اخوي عمار، ونشوف مين ده يربح. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس الاشعارات، وتحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب. تابعونا، يلا نبلش. عمار بدك تختار؟ لا اختار ارجنتين. انا بدي اختار ايطاليا، اقوى واحد بالفريق. انت وابوك دائما تختاري ايطاليا. اي بحب ايطاليا لاني قوي. ما قوي هلا، ما بتشوف الا الشحاطات عم تلحقك. لا ما بدي اشوفهم عم يلحقوني. يلا هلا بلشنا. هلا انا راي احط الخطة عشان نشوف اللاعبين. مين عنا تعبان مثلا؟ يلا بس نشوف يعني مين عنا ما قوي. بس انا كلهم قويين. عندي لا عندك واحد هاد مو قوي. شلون بدله؟ مدلي انا. انا كلهم قويين عندي. فمضحت له هذا. مين بدلته؟ بدلنا مين بدلنا؟ لا بدلنا ارفعي. مين حطيتي؟ هذا حطيت. هذا ضعيف ما بيعني. لا حطيت 65. هذا ما بيعني يلعب. غلطت كنت احط 85. حطي هذا. لا هاد لا لفي. 84 كثير. لا هاد لا هذا ما بيعني. لفي هذا بيعني. طيب حطي لعيبتك القوية. يلا انا خلصت خطتي. استنى بتكون عم بتغش علي عم تحط لي لاعبين. هدول قويين لعيبة ما اتمسخة. والله هدلاك قوي. يعني خلص حطينا. خلص كملت بس دائرة. خلصنا؟ خلصت دائرة؟ والله انا بلش. مع انه انا ما بعرف كثير العب كرة قدم، بس نشوف اذا بده يخسرني عمار. هلا دقيقة جول واحد. لا ان شاء الله ما بنخسر، ان شاء الله بنضل متعادلين مشان نلعب ضربة جزاء ونخسره مرة ثانية. ما لسه مستحيل. منغشلنا شوي. يلا بلش هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. اول جول في مباراة اليوم يمنح الفريق ثقة كبيرة، يرفع المعنويات. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. ما في أخذة، ما بخليك تاخذيها. كل الملعب مبين كبير. ايش فيه؟ لا 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 شوفوا عمار السلال. هذا اليوم كان الملعب كثير صغير. جبتية قوية أنت. الحارس يتخذ القرار. تحرك جميل. الله يجيب جول. اول ثاني اتى اخي بالهدف الثاني. وانا اسفة لانني نسيت كيف اتكلم باللغة. ما تعرفي تلعبي يعني انت اكثر. يعيشون اوقات رائعة الان. هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. انهى الهجمه بشكل رائع. مثل هذه اللقطات لقد اسقطوا. اعطيته جزاء. ثانك يو. اعطاني جزاء. اكيد الله مندخل عليه جزاء. ضربه جزاء اياها. المواجهه بينه وبين الحارس من مسافه 12 ياردة. الواضح انه هادئ وفي انتظار تسديد هذه الركله. اي صدق يعني غش. هاي موديلي بعد طرقات الشوط. تدخل رائع قبل الوصول الى لاعب. دي باول ضربة جزاء. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. العب معه. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس اذا كان هنالك مرة قادمة. ما حد يطلع له فريق جول. فرصة مرة جول. والثالث 3-0. يعني ليش من هذا؟
ليك شكله باللعبة. كبير جدا عادوا ليسجلون مرات اخرى. اي تألق في مباراة اليوم، اي روح عالية، اي قتالية، هدفين مرة اخرى في غضون دقائق. لقطة تظهر لك امكانيات العالية. انها رائعة جدا هجمة، لعب الكرة بكل هدوء بثقة بامكانيات عالية جدا بلمسة حريف. نجيب الرابع. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. نجيب الرابع. فرصة خطيرة. الرابع زدت عليكي أربعة. عمار جاري يلعب أكثر من بابا، بابا ما بيجيب جولين أو واحد أو ثلاثة، عمار جايب الرابع. هلا نشوف تجيب. إذا تجيب عشرة. تجيب مليون. من أداء كبير من ثنائية في ظرف دقيقتين. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية. كان فعل بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. جوميز جول داخل الشباك، زائد عنا ثلاث دقائق، زايدين ثلاث دقائق، ثلاث دقائق. وصلنا الى الاول. اعتقد انهم يقدمون اداء مثالي في هذا اليوم بدون اي اخطاء، واظهروا بالفعل قوه هجوميه ودفاعيه وتوازن كبير في الملعب. هلا احنا نبلش، هلا احنا نبلش نلعب صوب ثاني. وبركي اهلي مره من نعمل له هيك خمسات بوشهم خمسين. هلا نعمل له شكل حلو. لنتابع مع احداث الشوط الثاني من المباراه. نفس الاسماء التي بدات المباراه. لا 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 ينجبت بصدت الجول. انا خليك تجيب الجول. الارجنتين وركنيه اولى في اللقاء. كره راسيه. لكن الجول رد الخطوره. مين هذا؟ تحول سريع في الملعب. دي ماريا. لاعب مغربي؟ لا أرجنتيني. يعني بحب أرجنتينا. هادو استعادة الكرة سريعا. ممنوع. شو ممنوع؟ دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. يستعيدها بسرعة. ياس والله نروح ندخل. الآن بدون رقابة عنده فرصة كبيرة. لا طبيت. الله لأنها ركلة جزاء. الأرجنتين ارتكب خطأ فادحا في المكان الخطأ، وبالتالي يواجه الخطر في هذه اللقطة. هو المسؤول عن تسديد ركلة الجزاء، هل سيحافظ على أعصابه ويتمكن من تسجيلها؟ تصطدم الكرة عرضة. في القائم. هي عارضة للأسف. فرصة لا تضيع. لم أتحصل على نقطة واحدة فقط. أنا قربت حاسي. في عجيب جول عليك. ممنوع. ثالث. تمريرة سيئة لا تصل الى اللاعب. ممتاز في التمرير. يمكنهم الانطلاق فيه. ليونيل ميسي. عارضة طلعت. كل شيء عارضة. تسديد الكرة بقوة. سرعة كبيرة وتهديد خطير من خلال هجمة مرتفعة. مستحيل توصلي لي. مستحيل. خليك عبد مستحيلين مستحيل مستحيل. يلعبها لمنطقة الخطر. يمر يلعب كرة بينية. جوميز. يا إلهي. جبت هلا سبعة ستة ستة. ما يحدث الآن هو عبارة عن سحق للمنافس. الخصم لا شيء في هذه الدقائق. هذه ليست مباراة يا غشاش. من أي نوع؟ اليوم كانت سيطرة من طرف واحد. مباراة في التجارة. يا غشاش. ممنوع يلعب الحارس. عنده الثقة ولم يتردد في التسديد. لأن الحارس يعرف قدراته جيدا. وطالما عنده المساحة لما لا يستغلها بشكل جيد ويسدد. مارتينيز. لا 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 لازم نجيب جول. كان يا عمار طايق مخه لحتى هيك عم يعمل. يجرب حبه بالتسديد. كانت جول الحارس.
ممنوع يجيب جول جبت جول الحارس ربما عليه تجربة حلول أخرى للوصول للمرمى في المرات المقبلة والله شوف يعطوه الحارس يعطيه الحارس لا وترجع الكرة إلى الحارس لأرض ماذا خليك تجيب جول Thank you. يسدد الكرة. لا لا عبد عند حارس قوي. لا تستطيع أن تدخل أن تحرز هدفا علي. لا جيب جول. يقدم مباراة كبيرة ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. باريلا. إيموبيلي. خلص الفيديو خلص المباراة وخلص الشوط الثاني واخوي كمان مرة تانية عمار تفوز علي وانا اصلا ما بعرف العب ليه لعبت معه ما بعرف هو قال لي بس لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعل وجرس الاشعارات ولا تنسوا تعلقونا من تعليقاتكم الحلوة واستنونا في فيديوهات ثانية باي